الجمال ده شفته مرة واحدة، عيني 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 بردة. بتحبني؟ بحبك، انا بموت فيك. وانا كمان. تعرف يا عمر، انت اول واحد احس معاه بالامان بعد فوقي. ما تريح دماغك الناحية التانية عشان رقبتك ما تتسعش. ها ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ماله ده؟ في ايه؟ بقولك ايه، اتعدل كده وتعامل عادي، تعامل عادي. ايه ده؟ في حاجة يا ابو كباتن؟ انتوا رايحين فين؟ وانت مالك انت يا بغل؟ ايه يا ستي؟ الراجل بيطمن علينا ما غلطش. مين دي يالا؟ بهطل ده ولا ايه ده بيقول لك يالا؟ الراجل ما يعرفش اسمي، الراجل ما يعرفش اسمي، ما غلطش الراجل. دي مراتي حضرتك واحنا رايحين نقضي شهر العسل. يا بختك. انت قليل ادب بقى. الله الله الله، ليه كده؟ مشكلتنا يا قطه ان احنا ما بنضربش حريم. ايه هتضرب رجاله؟ اه. طب نعجل الموضوع يا جدعان اللي بعد الدخله. اخوك لسه ما دخلش دنيا. يا جدعان الموضوع مش محتاج اربع طفار. يا جماعه الارصد مش كده بكتير، شخطه واحده الموضوع هيتلم. يا هوا يا يسع يا هوا يا مشاعل. حرام عليكم الرجوله ما بتقولش كده. يا هوا جيب العواب سليمة يا رب. ايوه يا بهاي، انا مش قلت محدش قرب لها؟ والله يا كابتن مصر محدش جه جنبها. طيب اختفوا دلوقتي، مش هشوف حد فيكم. الدكتور يا رب خير. خير يا دكتور، طمنا. واضح ان الحادثه اللي تعرضت لها كانت صعبه جدا. ايوه هي دلوقتي في غيبوبه، ادعوا لها. لا اله الا الله يا رب. هتفوق امتى يا دكتور؟ لا دي حاجة في ايد ربنا، احنا عملنا كل الاشعاعات والتحاليل اللازمة، واول ما تطلع النتائج هنطمنكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لا اله الا الله. انا مش قلت لك الواد ده تافه ومش هيعرف يحمي بنتنا؟ نبي يا لطفي يا اخويا، انا فيا اللي مكفيني، ارجوك كفاية. نادين. ايوه بابي. سبع البرد جوزها فين؟ في اوضة 305. في ايه؟ الراجل عيان، زيارة ممنوعة. أنا عايزكم تصلوا على النبي كده. البنت بين الحياة والموت، سبتهم يضربوكم معرفتش تحميها يا جبان. أيوة عمي، ما هي دي الخطة، أنا سبتهم يضربوني علشان يشتغلوا فيا فنسمة تهرب بالسلامة. يا سلام! هو أنت لسه شفت ضرب؟ على فكرة عمي أنا ضربت كل أنواع الضرب، فما افتكرش في إضافة ممكن تضيفوها. يا حبيبي ما تشيلش هم، إحنا هنتصرف. صبري بابا ما تنساش تسمي. سمي بسم الله. الله أكبر، بسم الله أكبر. يا جماعة أنتوا هتتبعوا بعزة ولا إيه؟ بابي نسمة فقت. عمي عمي أنت هتسيبني متعلق زي البولوس كده؟ أنا محتاج أنزل عشان أطمن على نسمة. حبيبي أنت في الوضع ده محتاج باكواي ينزلك. نسمة عمي الحمد لله على سلامتك. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبتي. ما تقلقيش، احنا بلغنا البوليس وان شاء الله هيجيبوا العيال دولت، يعني هيجيبوهم. احنا اللي هنجيب العيال دي وهناخد حقها بايدينا. يا جماعه من فضلكم، ما حدش فكرها باللي حصل. معلش يا دكتور، ممكن تقول لنا بس حاله نسمه وصلت لفين؟ نسمه ما عندهاش اي اصابات عضويه، بس واضح من الحاله اللي هي فيها ان الحادثه مأثره فيها جامد. نسمه حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انك بخير. مين حضرتك؟ انا جوزها دكتور. لا بس بيتي. مالك يا نسمه، في ايه؟ الحمد لله على سلامتك. لا ابعدوا عني.
اطلع بره لو سمحت دلوقتي. هو ايه اطلع بره ده؟ تطلع بره يعني تغور في ده يا هلا. انا مش همشي لما اطمن على نسمه مراتي. صبري عمو صرف. مش مكسوف من نفسك وانت سقف الجلاله؟ لا مش مكسوف ولا بفخلك اركبه. مش همشي يا جماعه، انا هعلي موضوع لعن القيادات. الصوت يلا احنا في مستشفى يا جماعه لو سمحت الهدوء. طب انا مش فاهمه يا دكتور ايه اللي حصل دلوقتي، ليه عملت كده مع جوزها؟ واضح ان في صدمه عصبيه شديده، والصدمه دي تقريبا ليها علاقه بجوزها لانها انهارت اول ما شافته. والحل ايه يا دكتور؟ الحل ان نسمه محتاجه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، وانا اعرف دكتور كويس. بعد ما جريت يا نسمه ايه اللي حصل بالظبط؟ ركبت العربية وسقت زي المجنونة. وبعدين نور جامد قوي جه في وشي، مش فاكرة. وانت بتركبي العربية عايمين يعني وانت بتهربي، عمر كان بيعمل ايه ساعتها؟ عمر؟ اللي هو ده. يا دكتور نسمة كويسة ما فيهاش حاجة، هي بس هتروح معايا وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. يعني ايه يا عم نسمة تروح معاك؟ نسمة هتخرج من هنا على بيت جوزها. انت تسكت خالص. هدوء هدوء يا سادة عشان نعرف نحل الموضوع. نسمة يا بنتي، انت عايزة تروحي مع بابا ولا مع عمر؟ بابا. اها عايزة بابا. الموضوع منتهي. سمعت؟ تقدروا تتفضلوا، بس انا هحتاج شوكة وعمر عشان عايزهم في موضوع مهم. طب يا كاميلي خدي بالك من البنت واستنوني بره، انا جاي. خير يا دكتور؟ نسمة فيها ايه؟ نفسيتها هشه، رقيقه، رومانسيه. النوع ده في الطب عندنا بنسميه النفسيه الزجاجيه الهشه. سوري يا دكتور انا مش فاهم حاجه. دي نفسيه عامله زي الازاز الستة ملي، اقل زلطه فيه ممكن تشرخه. زلطه ايه وازاز ايه؟ نسمة تعاني من صدمه عصبيه شديده، ده لأنها كانت عايشة طول عمرها في حضن أبوها وعمها، وطبعا دول كانوا مصدر أمان ليها. طبعا بعد ما انتقلت للكنفك بصفة جوزها لقت إن الحضن ده غير الحضن ده، اكتشفت ده وقت العلقة اللي انت خدتها. ما تكبرهاش يا دكتور، دي كانت خناقة عادية. خناقة عادية يا راجل؟ ده انت بقيت ترند على اليوتيوب. اه والله بص فضحتك بقت بجلاجل. اه والله فاضلك خناقتين وتنافس نمبر 1. طب والحل ايه دلوقتي يا دكتور؟ تطلقها وفورا. لا يا سيد شوكت، انا رايي ان الطلاق هيزود الطينه بله، ومن افسد شيء عليه اصلاحه، وعمر افسد الشيء، اذا هو اللي يصلحه. انا مش فاهم يا دكتور حضرتك تقصد ايه. لو عمر طلق نسمه هنلاقي المشكله هي هي مش هتتحل، بخلاف اللي احنا هنزود المشكله اكتر بطلاق البنت، والبنت هتقعد في عربيزك. الله يخرب بيتك يا شيخ، عقدت لي البيت. يا ريتني ما وافقت على الجوازه ولا سمعت كلامهم. المهم يا دكتور طمني، البنت هتخف؟ طبعا، بس لازم تتبعوا التعليمات اللي هقولها لكم بالحرف الواحد. اولا نسمه لازم تعيش حياه طبيعيه، ثانيا ما تحسسوهاش ان هي مريضه، ثالثا وده الاهم لازم ترجع بيت عمر، اي بيت جوزها. انت عليك عامل كبير جدا، لازم البنت تشوف شخصية غير اللي شافتها في الخناقة. شخصية تانية ازاي يعني يا دكتور؟ اتنكر ولا ايه؟ انا هفهمك. نسمة لازم تشوف شخصية قوية قادرة على حمايتها في اي خطر. فهمني يا عمر؟ فهمت يا دكتور. الحمد لله على السلامة. نورتي بيتك، اتفضلي. الحمد لله على السلامة يا عروسة. الحمد لله على السلامة يا عمر بيه. عنك ايه عني دي؟ ايه عني دي؟ شايفني حتة عيل مش هعرف اشيل شنطتين؟ في ايه يا عمر باشا؟ عمر باشا؟ عمر باشا؟ شايفني لابس طربوش قصادك؟ طب انا اسف يا عمر افندي. عمر افندي؟ ده بيتريق عليا. ما تقولي اسم الله احسن. غور من قدامي يلا غور. انا داخل الجواز، لا اله الا الله. عايز يشيل الشنط بدالي؟ انا راجل. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي يا نسمة، اتفضلي. الحمد لله على السلامة، نورت بيتك، اتفضلي. ها مش ناوي تطلعي اوضتك بقى تغيري كده وتفكي؟
عشان احنا الليله هنعمل هالليلة. انت الشمس وانا الضليله. ايه ده؟ ده انا اقصد يعني انت تقعدي في الحته اللي نفسك فيها وبالهدوم اللي عليكي، ما تغيريش خالص. انجوي انجوي. جعانه؟ بصي بقى انا هعمل لك طبق ريزوتو بالسي فود مش هتاكلي زيه غير في باليرمو. تلفزيونك، كنبتك، نص ساعة الاكل هيكون جاهز. انجوي ايه؟ انجوي 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 انجوي. بصوا على الجنة ملوا عنيكم منه عشان هيوحشكم، مش هتشوفوه تاني. هيزحموني لحميكم وهبقدروا شديد ليكم كمان. والخاين حمي جامد. جامدة أوي. أخويا منصور سيبه عشان خاطري، عشان خاطري سيبه منصور. محمود ولو ظبط حياتهم ومطرحهم من النهارده مفيش حكومة. أنا الحكومة، أنا الحكومة. مش هتقولي جبت نمرتي منين؟ انتي نسيتي ان انا عضو في جروب فرح نسمة وعمر؟ يا ابن اللعيبة انت مركز لي بقى. نادين انا عندي سؤال، ازاي واحدة زيك متسابة لحد دلوقتي؟ ايه متسابة دي؟ انت بتكلم كلبة؟ انا اقصد ازاي واحدة جميلة وسبور وامورة زيك كده ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انا صحفية ومعدة برامج، بس بحكم شغلي يعني ما عنديش وقت للجواز والحب والحاجات دي. طيب سلام سلام سلام. لا 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 استنى، رايح فين؟ هقفل. الله، مش انتي قلتي ما بتفكريش في الحاجات دي وما عندكيش وقت؟ لا يعني ما انا ابتديت افكر. عاملك شويه ريزوتو من الاخر، حاططلك في الريزوتو يجي ب 500 جنيه جمبري يا حبيبتي، مش خساره فيكي. نسمع، انتي نمتي؟ طب والجمبري؟ مش هتموت يا كريم، فتح عينك يا كريم، فتح عينك، قلت مش هتموت. عمالين نقول الليلة هنعمله الليلة، انت الشمس وانا الضليلة، وفي الاخر طالع شايلك هنا بيلة. ده اليوم لهبل ده. فتح عليك، فتح عليك يا كريمة، كريمة. منصور حبيبي. منصور حبيبك؟ يا نهار اسود. طب انت بقى عرفت عني كل حاجة، انت بقى مين؟ انا اسمي صقر الخليج، ده اسمي على جروبات شات مصراوي، انما انا اسمي الحقيقي ابراهيم زكي، عندي 33 سنة، برج الدلو ومهندس. مهندس زي عمر؟ زي عمر؟ عمر شريكي في مكتب الديكور على فكرة. طب معلش ثانية واحدة كده، طب خليكي معايا عشان عمر بس معايا على الويتنج. انت اتصلت في وقتك يا معلم. ليه في ايه؟ انا خلاص قررت اتجوز. وانا خلاص قررت اطلق. تطلق؟ انت لحقت يا ابني؟ نسمة بتخني، الهانم بتخني يا ابراهيم. بتخونك امتى وفين يا ابني؟ الهانم نايمة على السرير وعمالة تقول منصور منصور. يمكن حد طلع لها في الحلم ولا حاجة. حد طلع لها في الحلم هتقول لها منصور يا حبيبي؟ ايه يا عمر بلاش نيتك الوحشة دي يا عم، ممكن كان قصدها تدلعك وتقول لك عمور فغلطت وقالت منصور. لا والله، ده انت قالها يا بخت اللي هتتجوزك، ده هتتجوز تلاجة. اقفل يا ابن العبيطه.